اختصار الاعلام، ولما بتكلم عن الاعلام فكمان بتكلم عن الاعلام البديل، السوشيال ميديا والالكترون طبعا. هل بيلعب دور في التاثير على الاعداد النفسي والتجهيز لهكذا مباريات؟ دور خطير جدا، وضغط على اللعيبه مثلا، دور خطير جدا في الضغط على اللاعبين. وعشان كده من البنود الاحترافيه، واعتقد النادي الاهلي يعني جهازه، وطبعا دي عند مدير الكره اكتر، ان هو يفصل لاعبيه تماما عن قصه التعامل مع السوشيال ميديا، انه خلاص بقى. يمكن في اوقات كنا عايشينها مع النجوم اللي احنا في حضرتهم في الاستوديو، كانت بتنزع ربما التليفونات وترفع الشاشات وحاجات صحيح. كده الان انت بقبل فعلا الجيل الخمسين مش الخامس والعاشر، وبالتالي المعسكر مغلق تماما. احترافيه الحقيقه بتسعدني جدا. الراجل كمان موسيماني، الناس تصورت انه قد يكون مدرب الضروره، لينقلب انه مدرب يستحق فعلا تجربه صحيح. مصريه ومع النادي الاهلي، عنده رؤيه كبيره قوي، ما حدش خد باله ان هو ماشي بخطى ثابته من مدرسه سانتانا العظيم، وراحها اكثر من مره في البرازيل للتعامل مع كارلوس ألبرتو بيريرا في تجربة كان صحيح. هو الراجل الأصل البرازيلي، دمج الأوروبي بالفن البرازيلي، فبقى عنده حتى مستوى قريبة شوية بالضبط، بقى عنده هذا المستوى من الأداء. النادي الأهلي قد يصبح يعني محاط بسرية، ولكن الأشقاء المغاربة هيفوزوا كثيرا ببعض اللقطات، وده اللي هيعظم الماتش. الأهم من كل ده أنه مركب محمد الخامس زي ما الأشقاء بيقول عليه، اللي هو استاد محمد الخامس طبعا، لا بيبقى شديد الخطورة كرويا لو كان في جمهور، مهما كان جمهورنا عظيم، واستاد القاهرة لا زال طبعا هو الملعب الأكثر تأثير، لكن كان دايما يتقال أن محمد الخامس هو الأقرب. إنما عزلة نجوم الوداد عن ما يسمى مش بس بسبورت الجمهور وبس، لكن عن هذه الحماسة منقطعة النظير، لا طبعا هتدي للأهلي متنفس قوي جدا أكيد يعني. أكيد كابتن.